زملاء في الكنترول، وتحية لجمال مصطفى فرفور على هذه الأغنيات الجميلة التي ظل ينثرها ويشنف آذان المستمعين وعاشقيه ومحبيه، خصوصا هذه الأغنية. نتواصل معكم مع عدد من الفقرات كما ذكرنا، وعدد من الضيوف في مواضيع مختلفة. تحية لك أحمد، صباح الخير مرة ثانية، واستئناف العام الدراسي بكل الجامعات السودانية، ويعني التدرج في استئناف الدراسة طبعا مهم جدا للظروف اللي كان بتمر بها البلاد، وحتى الطلبة الممتحنين الشهادة السودانية الآن بدأ التقديم للجامعات واختيار الكليات حسب النسب الموجودة في النجاح بالنسبة للشهادة السودانية. نعم، للحديث عن التقديم الإلكتروني لطلاب الجامعات أو طلاب المتفوقين والناجحين في امتحان الشهادة السودانية الأخيرة، نسعد أن يكون معنا الأستاذ وليد محمد المبارك، مدير مركز المعلومات بوزارة التعليم العالي. أستاذ وليد، مرحبا بك، صباح الخير، وأهلا ومرحبا بك في قناة الشروق. مرحبا بك وصباح خريفي سعيد. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. سعيد علينا وعليك يا رب، على كل متابعين على صباح الشروق. ونبدأ بالسؤال عن التقديم للجامعات لهذا العام، الفكرة التجديد في التقديم ذاته، الشروط ذات الموضوع لهذا العام لكل الطلبة الناجحين في الشهادة السودانية. طيب، هو طبعا دي السنة السادسة، احنا لنا 6 سنوات تقديم الكتروني. ما في تجديد في الشروط، ما في تجديد في النظام، نظام مستقر له 6 سنوات. وافتكر انه دي محمد، انه نكون مستقرين، دي محمد كويسه. البلاد بتمر بظرف استثنائي، يعني كان اثناء الامتحانات وحتى التقديم، هل ده حيأثر على العمليه باي شكل من الاشكال، ولا كل الترتيبات في الوقت الضيق ده تقدروا ترتبوها، يعني في سواء في الوزاره او في مركز المعلومات؟ ما حصل تغيير كثير. صح، نحن في الفتره الاولى بالذات بسبب انقطاع الانترنت كنا شويه متوجسين، لكن الحمد لله الانترنت عاد قبل فترة التقديم، ودي يمكن تكون اثرت، انا ما عارف اقدر اقول تاثير ايجابي او سلبي، لكن خلت الناس زي بقت مستعجله في التقديم. يعني هسه احنا الاحصاءات اللي عندنا بتقول انه الناس قدمت اكثر من السنوات اللي فاتت في الايام بشكل كبير، عالي جدا. طيب انا قبل قلت لك الشروط شنو في السنه دي؟ في شروط في التقديم، ولا يعني عشان الظروف اللي بتمر بها البلد ما في اي شروط؟ ما في اي شروط، نفس الشروط اللي فاتت، نفس الشروط تساوي، يعني نفس الطريقه بتاعت التقديم ونفس الشروط حقت القبول، ما في تغيير. هل في فرق بين التقديم الالكتروني والتقديم المباشر؟ يعني برضو عشان الناس تركز معنا في فكره انه الفرص قد تكون متاحه في اكثر من باب، يعني اذا هم دار يدخلوا الجامعات. باب واحد الموقع بتاعنا ده بس، التقديم ما في تقديم مباشر. التقديم نحن عملناه بصوره شفافه الكتروني، والنتائج بتطلع برضه بصوره شفافه الكترونيه، فما في حاجه اسمها تقديم مباشر. اذا انت كطالب مشيت لجامعه عشان تقدم فيها مباشره، مفروض تتاكد انه الجامعه دي قدمت لك في النظام عندنا، وده ما بيعني انك انت اذا مشيت لجامعه مباشره بتحجز المقعد بتاعك، لانه برضه بتخضع لمنافسه، قد تلقى المقعد وقد يجي طالب امكانياته اكاديميه احسن منك يتحصل على المقعد. يعني أولوية للطلاب اللي بيقدموا تقديم مباشر، أنا بتكلم برضه عن التقديم الخاص أو غيره، يعني ما في أولوية. أنت إذا مشيت لجامعة قدمت لك هتخش المنافسة، ممكن طالب ما قدم في نفس الجامعة يقدم من موبايله الخاص يحجز المقعد المتاح. ليه؟ لأنه نحن المعيار الوحيد عندنا هو درجاتك في الشهادة السودانية. فإذا كانت درجاتك بتأهلك إذا قدمت من الجامعة أو من أي مكان ثاني تخش المقعد بتاعك، اذا ما بتاهلك حتى لو قدمت من داخل الجامعه ما بتستحقه. درجات الاكاديميه وتحصيل الاكاديميه واحده من المعايير لقبول هذا العام والاحوال السابقه. طيب برضو خلينا نتكلم عن، يعني كنا بنسمح كثير انه التقديم فتح والناس عايزه تقدم، لكن ما في كتيب عشان الواحد يبين الكليه اللي ممكن يختارها حسب النسبه. اذا جبت لي على السؤال ده بعد ذاك، هل فعلا الكتيب اللي نزل في الاول هو كان كتيب حقيقي ولا ما كان حقيقي؟ نحن طلعنا الكتيب يوم الخميس الماضي، يعني الخميس اللي قبل اللي فات ده، نحن طلعنا الكتيب اللي هي قبل التقديم ب4 يوم، واعلنا في كل انا اعلنت هنا من قناه الشروق دي انه نحن ما عندنا كتيب غير الكتيب الموجود في الموقع الرسمي حق التقديم الالكتروني، والكلام ده بنقول فيه لنا 6 سنوات. فانا ما شايف في داعي لانه الناس تقوم تمشي تشتري كتيب بالقروش، هو اساسا متاح مجانا في الموقع الالكتروني بتاع التقديم الالكتروني اللي هو admission.gov.sd، ومتاح لاكثر من طريقه، يعني متاح باكثر من طريقه، متاح ك
كـ HTML متاح كـ Database متاح كـ PDF فايل ومتاح كـ APK اللي هو تطبيق حق موبايل. فأنا ما شايف في سبب للناس تمشي تشتري كتيبات ما مضمونة مصادرها. أنا بقول أي زول تحصل على كتيب قبل يوم الخميس القبل الماضي يعدمه، ده ما كتيب حقيقي، ويمشي الموقع بتاعنا وينزل الكتيب بالطريقة اللي بتريحه، إذا كان PDF ولا 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 خلافه. فكتيبنا واحد من 2014 بينزل في الموقع الرسمي مجانا بأكثر من طريقة، لكن بيكون فيه تغيير طبعا على حسب الكتيب. كل سنة بتدخل فيه كليات جديدة، يعني صح. احنا الجامعات السودانية متحركة لسه ما استقرت، يعني مثلا السنة الفاتحة احنا كان عددنا أقل من 136 مؤسسة بتاع التعليم العالي، الآن احنا من فوق 147 تقريبا مؤسسة بتاع التعليم العالي. فالكليات الجديدة دي بتصهر في الكتيب، فإذا تحصلت انت على كتيب ممكن يكون كتيب السنة الفاتحة، فحيكون عندك زي 10-15 مؤسسة بتاع التعليم العالي ما ظهر لك. المؤسسات ذات نفسها بتفتح برامج جديدة، يعني في كليات جديدة بتظهر جوا المؤسسة أو برامج بتظهر جوا الكلية المعنية، فدي كلها بتكون ضاعت منك وما بتلقاها أنت في الكتيب القديم أو في الكتيب الما صادر بصورة رسمية. أستاذ وليد، نحن مؤخرا يعني بقينا نتجه على الأنظمة الإلكترونية في كثير من تعاملاتنا، يعني مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة أو حتى مؤسسات التعليم. بالنسبة لكم في مركز المعلومات بوزارة التعليم العالي، شنو المضاف جديد كخدمات في العام ده يعني؟ طيب التعليم العالي سوق متطلب يعني متحرك بصوره سريعه جدا. نحن بنجتهد ومؤسساتنا بتجتهد انها تواكب صحيح سوق المعرفه، يعني ان صحت هذه العباره. هو ما في مجال، يعني انت لو ما واكبت سوق المعرفه بتطلع من السوق بصوره عامه، يعني صحيح. ده بتاع معرفه بتاع تكنولوجيا. نحن بدينا بالتقديم الالكتروني وهو ما كان الحاجه الوحيده. الان احنا تقريبا عندنا اكثر من 29 تطبيق او 29 نظام شغال في مجالات مختلفة منها، وطبعا كلها بتخص التعليم العالي بصورة عامة، إذا كان أنظمة حق مبعوثين، أنظمة حق وافدين، أنظمة بينه وبين الجامعات بتاعت ربط. عندنا اثنين شبكتين خاصات كان ربط، دي اللي كنا حنستخدمها إذا الإنترنت ما كان راجع. احنا كل المؤسسات بتاع التعليم العالي شبكات محلية، يعني مربوطة في شبكة خاصة مقفولة ما عندها، يعني احنا بنمشي الإنترنت كخدمة لكن ما بنعتمد على الإنترنت في تقديم خدماتنا. فكان دي كان حيكون الهيدي بلان بي او بلان سي بتاعتنا لو كان الانترنت قطع. واسي اذا الانترنت قطع بنوجه الطلاب بصوره رئيسيه اف انه حصلت اي مشكله في الانترنت لاي سبب كان، اذا كان داخل ولا يعني خارج، تتوجه للجامعات السودانيه بتلقى انه التقديم مستمر لانه بينه وبين مؤسساتنا في شبكه خاصه مربوطه ومقفوله ما عندها علاقه بالانترنت. يبقى عوده الانترنت طبعا محمده كبيره جدا، لانه في تفاصيل كثيره يعني معتمده على التقديم عبر شبكه الانترنت، الحج طبعا برضو عبر شبكه الانترنت، تفاصيل مختلفه. اذا وقفنا على مركز المعلومات اللي ممكن يخدم الطلاب، دارين نشوف يعني الخدمات اللي بيقدر يقدمها عبر هذه الشبكه، وكيف الطلاب يقدر يستفيدوا بمركز المعلومات، لانه دائما احنا لازم نتقصى الحقيقه قبل إطلاقها عبر السوشيال ميديا. الفكرة بتاعت التقديم الإلكتروني ذات نفسها هي نحن عملناها عشان الطلاب ما يعتمدوا على المركز ولا يعتمدوا على أي جهة ثانية، تعتمد على التلفون بتاعك الشايل وانت. نحن ما دارين انك تطلع من بيتكم، ما دارين انك تدعم، دارين انك تقدم وانت قاعد في بيتكم. العملية تكون أسهل. نعم. ورابطين معه الدفع، حتى الدفع ذاته رابطينه إلكتروني، وممكن الطالب إذا عنده بطاقة بتاعت بنك ممكن يدفع ويقدم أونلاين. لكن اذا يتعذر الامر ده لاي سبب من الاسباب، مثلا ما عندك الوسيله اللي بتقدر تقدم بها، ما عندك المعرفه يعني تستخدم التكنولوجيا بصوره كويسه، بننصحك تمشي لواحده من مؤسساتنا اذا كان في الخرطوم او في الولايات، او واحده من مراكز المعلومات في الولايات اللي هي تابعه للمركز القومي للمعلومات منتشره في الولايات. فديل بيقدموا لك بيدوك الوسيله وممكن يقدموا لك المشوره الكويسه باعتبار انك انت ممكن تستفيد من امكانياتهم ومعرفتهم وخبرتهم. في زيادة في 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 رسوم التقديم طالما أنا كده تكلمت عن آلية الدفع نفسها 50 جنيه، نفس ما زادت رغم الحياة كلها زادت. دي حاجة كويسة طبعا. هو بس نحن يعني القصدي ما قصدي انه الناس واجهه ربحيه اساسا، ما واجهه ربحيه، هي عندها اغراض كثيره جدا، منها التزام، منها نحن بنملك الطالب معلومات معينه، يعني مثلا رغم الاستماره بتاعتك انت بتتحصل له وبعد تدفع، ورغم الاستماره ده نحن بنعتبره زي كلمه السر اللي بتخش بها النظام. فنحن ما في لانه الطالب قبل ما يجي ما يعني بعد القبول ده يبقى طالب تابع للتعليم العالي، قبل كده طالب تابع لوزاره ثانيه للتربيه والتعليم، فبينه وبينه ما في اتصال عشان نقدر نسلمه ارقام سريه او حاجه يقدر يخش بها النظام بتاعنا. فقمنا ربطنا موضوع الرقم السري ده مع وسيله الدفع، فبندفعك عشان نقدر نوصل لك
رقم سري، انت بعد ذاك عشان تدفع جزء من المنظومه. نعم. 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 طيب خلينا نتكلم برضو عن استيعاب الطلاب. انت ذكرت انه العام ده اكثر من 140 تقريبا مؤسسه، يعني في من المؤسسات دخلت في الكتيب، قادره تستوعب الكم الكبير للطلاب اللي جلسوا الامتحان الشهاده ومروا يعني نجحوا؟ يعني حسب العدد المخطط لو جمعناه لكل انواع القبول، نحن المقاعد اللي عندنا اكثر من عدد الطلاب الناجح، اللي هي فيها جزء بكون مقاعد لطلاب السنوات السابقه، لانه نحن بعد الدور الاول والثاني والثالث بنفتح الدور الاول والقبول الخاص، والدور الثاني اللي هو شواغر القبول العام ديل كلهم بيكونوا لطلاب الشهاده السودانيه هذا العام. بعد ذاك بنفتكر انه الطلاب بتاعين السنه دي بيكونوا ملوا مقاعدهم الدايريننا، بنفتح بعد ذاك المقاعد للطلاب الوافدين الاجانب والطلاب بتاعين السنوات السابقه. فمقاعدنا العدد المخطط لو جمعته في كل انواع القبول بتلقاه اكثر من على الطلاب الناجحين اللي هم تقريبا بيمثلوا زي 350، نحن مقاعدنا فوق ال 400. يعني هو يعني عدد كبير بالتاكيد، والعام ده نجاح كثير، ولكن في بعض الجامعات الى الان هي ما زالت معلقه الاستئناف الدراسه، ماذا عن هذه الجامعه؟ لا نحن ما عندنا له علاقه خاصه الجامعه بذات نفسها، يعني نحن في مركز المعلومات في تدافع بتاع يعني دفع بالنسبه للجامعات الاخرى. المفروض الجامعه تكيف نفسها، انا شايف في جامعات اعلنت انها حتفتح الدراسه، لكن والموضوع ده فعلا موضوع حساس جدا، وداير داير 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 قاعده من الجامعات عشان تقوم تنظر شو فعلا اذا حصل تاخير اكثر من كده حصل تكدس. هل البنيه التحتيه حقت الجامعه تقبل دفعتين في نفس السنه ولا بتستحمل؟ دي حاجه بتغرر الجامعه ذات نفسها. نحن فيما يلينا عندنا طلاب امتحنوا المفروض يخشوا جامعه، زي ما دخلنا الطلاب اللي قبلين المفروض ندخلهم برضه. صحيح. استاذ وليد، يمكن نحن في الايام دي بنلاحظ في 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 الشوارع او في بعض المحال بتلقى في لافته مكتوب فيها نافذه للتقديم لقبول التقديم للجامعات، يعني نافذه الكترونيه للتقديم للجامعات. هل العمليه صعبه للدرجه دي، لدرجه انه يكون في جهه تجاريه بتوفر الخدمه دي، ولا الطلاب دي لا ممكن عبر تلفوناتهم يعني يعملوا الحكايه دي؟ يعني سؤال ذكي جدا يعني وضروري كمان. انا بلف يعني بشوف المراكز بتابع مراكز تجاريه، فلاحظت انه بيكون في طالب واقف في صف وهو شايل تليفون بتونس في الواتساب، فالفكره ذاتها غريبه. يعني انت عندك التول اول وسيله اللي بتقدم بها وتعب نفسك واقف في صف، واحتمال تكون اتحركت من مسافه بعيده عشان تجي الصف ده، مواصلات وقروش زي ما صحيح وحتجي تدفع قروش هنا عند المركز ذات نفسه عشان يقدم لك، لانه ما حيقدم لك مجاني بالنسبه له ده بيزنس. يعني احنا ما ضد البيزنس، بالعكس يعني ده حرك السوق بصوره عامه احنا شايفينه، وخلق زي وظائف صغيره كده بالنسبه للناس، لكن خلينا نملك الناس المعلومه وبعدك لهم الخيار. انت يعني عندك تليفون بتونس فيه واتساب، بتونس فيه فيسبوك، بتقدم لك ما بتحتاج. بالعكس كمان انت بتضمن اكثر، لان انت الان بتقدم لنفسك لوحدك عبر تطبيق محدد ولا عبر كل محركات البحث، بس الزول يدخل على الموقع بتاعك admission.gov.sd، انت بتخش طوال على الموقع بتاعنا. نفس الطريقه اللي بيقدم بها سيد المركز هي الطريقه اللي حتقدم بها انت. سيد المركز التقديم ده ما حقه ممكن يغلط ليك، لانه ما بكون مركز زي ما انت مركز. صح. مع تقديمك بكون في كم نفر غيرك. صحيح. فمن الافضل تقدم انت براك، اذا ما عندك او وسيله بتاع التقديم او خايف ما عندك المعرفه الكافيه ممكن تمشي لمركز. ننصحك تمشي لمركز في جامعه، لانه بكون في ناس بيساعدوك عندهم علاقه بالتعليم العالي. ما في جامعه قريبه منك امشي المراكز العامه ما في مشكله، لكن من الافضل انك تحضر تقديمك. يعني ما تملى استماره ورقيه وتمشي وتخليهم يقدموك، لا احضر تقديمك لحد النهايه، لان هذه فرصه يعني واحده في العام. طيب فعلا اذا في مراكز يعني هي ممكن تخدم الطلاب، في مشاكل واجهت الطلاب يعني او يعني مركز القبول بالنسبه للتقديم الالكتروني من خلال المراكز دي، ولا دائما يعني المراكز دي بتقوم بدور المربي؟ طبعا اذا نحن بيل حاطين الرقم الناس الناجحين او قريب ال 400000 او 375 355، بالتالي لازم تكون في مشاكل حقيقيه. يعني مثلا الناس اللي بيمشوا المراكز دي العاده نحن بيجينا جزء منهم كبير جدا يقول لك انا عندي الرغبه نمره كده سيد المركز قدم لي. طبعا التقديم بيعتمد على ترتيب الرغبات حقتك، يعني نحن بنشوف رغبتك الاولى. الرغبه الاولى دي ما نهائيه، ما نهائيه، لكن بتعمل مشكله. بمعنى اذا كان انت رغبتك الاولى فرضنا مثلا نمسك ميال الطبي طب الخرطوم، ورغبتك الثانيه طب النيلين، وبتاع المركز في تقديمه غلط قدم لك طب النيلين على طب الخرطوم، حتى لو كنت بتخش طب الخرطوم نحن ندخلك النيلين، لانه المفروض انه دي رغبتك اللي انت عاوزها وخطيتها لنا في الاول. فبالتالي دي واحده من المشاكل اللي قاعد تظهر منها. عشان كده انا قلت تقبيل اي زول يحضر تقديمه. انت لما تحضر تقديمك في المركز، لو مشيت مركز اضطريت انك تمشي مركز،
فحتكون شايف الرغبات ومتابعه وعارف الحاصل. نهايه التقديم في الخطوه الخامسه في برينت اوت بيطلع. يعني البرينت اوت ده بيوريك انت الزول ده قدم لك صح ولا ما قدم لك صح ولا خلاف. فنحن اذا زول ما عنده وسيله ماشي مركز لازم يقعد يحضر تقديم لحد الاخر. يبقى فقرتنا دي مهمه جدا للناس الان هم متوجهين للتقديم، كيف الواحد يقدم يعني ويسال يعني اليه التقديم سواء كان عبر المراكز او عبر التلفون، والاسهل انك تقدم عن طريق تلفونك او اللابتوب بتاعك لانه اسهل واسرع. طيب خلينا نشرح العمليه دي للناس بشكل مبسط كده. يعني فتحت الموقع شنو بيظهر لك؟ يعني العملية ذاتها بتتم كيف يعني؟ والمفاضلة بتكون بناء على النسبة ولا على الدرجات برضو في المواد ولا؟ طيب أول حاجة نحن الموقع الرسمي admission.gov.sd ده الموقع الرسمي في كل admission.gov.sd. طيب مشيت الموقع قبل ما تبدأ تقدم، ونحن زي ما قلت لك علينا الدليل قبل التقديم بأربع يوم، مفروض تطلع على الدليل كله تشوف الكليات الجديده لانه النسب في الدليل برضه متحركه. يعني النسب في الدليل دي النسب حقت السنه اللي فاتت. احنا ما هي الفكره مبنيه على المنافسه، ما بتطلع النسب الا بعد المنافسه. بنديك النسب حقت السنه اللي فاتت عشان تستهدى بها قريبه من تكون تفكر يعني تشوف الحاجه دي قريبه مني ولا بعيده مني. لكن دي ما النسب اللي حيشيلوها الناس. طيب تشوف الدليل بصوره عامه، شوف في حاجات مهمه. مثلا احنا فاتحين هسه التقديم الحكومي والجامعات الخاصه في نفس الوقت. واحده من الحاجات اللي ممكن الطالب على ضوء يقيس انه حيمشي يا جامعه المصاريف. فبرضه بتلقى في الجامعات الخاصه المصاريف حقتها لانها بتكون بالنسبه لك حاجه مهمه، لانه ممكن انت تختار كليه معينه ولما تجي بعدين تلقى انه المصاريف ما فدي حياه الطالب يحصل خذلان. اي صحيح الطالب المفروض كلها يراجعها وبعد ذاك يجيب ورقه بره كده يحدد الرغبات حقته ويرتبها. وانا بفتكر انه موضوع دراسه الجامعات بالنسبه للطالب هو صحيح قراره الشخصي، لكن هو قرار بهم الاسره كلها بسرعه عامه لانه بأثر في مستقبله كله. فممكن يشاور الاهل الام الوالد التفاصيل دي مهمه. يعني بعد ذاك الحكايه دايره صبر، ما الموضوع ما استعجال في دقيقه قدمته وانتهى. صبر من بدايه السنه يا احمد، ما استعجال يعني. انت صابر زي ما قلت من مش بدايه السنه، من الروضه وصلت الجامعه ما ممكن تجي تستعجل في ثلاث ساعات تقدم. لكن الطلبه طبعا في المرحله الجامعيه دي عندهم شغف كده لانه تغيير في الدراسه، الواحد بحس انه كده هو شويه بقى مسؤول بتخش من نفسه بتخش الجامعه الدائره وده كله. بس اللحظه حقت التقديم دي ما تستعجل فيها لانه دي بتبني على مستقبلك الجاي. طيب شاورت ناس البيت حددت حياتك برا، بعدها بتخش علينا على في التطبيق في الصفحه ذاتها بتلقى في التقديم الالكتروني بتاشر عليه وبنسالك من بيانات الصف. هي خمس خطوات صح. الخطوه الاولى دي هي عباره عن احنا بدنا نتحقق من انك انت ذاتك الطالب ذاته وانك عندك رقم الاستلام. طبعا قبل ده بتمشي تدفع اذا كان بالبنك ولا اذا كان بالموقع حقنا ذات نفسه عبر التيار الالكتروني العاديه عبر الصرافات العاليه عبر نقاط البيع اللي هي زي ما انت بتدفع للكهرباء وتديه رقم العداد يعني ممكن تديه رقم فرص كثيره للدفع. في 11 وسيله حق الدفع. دفعت جبت رقم الاستماره بتجي في الصفحه الاولى قلت لك في الخطوه الاولى دي بنزعلك من رقم الجلوس بتاعك، بنزعلك من الولايه اللي امتحنت منها، بنزعلك من المساغ اللي امتحنته ومن رقم الاستماره. الاربع حاجات دي اذا الاستماره دي بناء على الرسوم اللي انت دفعتها اللي هي 50 جنيه. هاي الاربع حاجات دي اذا تحققت بنفتح لك الصفحه الثانيه، ما تحققت بنقول لك سوري انت المعلومات دي ما حقيقيه. دي الخطوه الاولى. الصفحه الثانيه عشان نتاكد برضو انه عشان تتاكد انت كطالب انك انت فعلا دي ملفك دي معلوماتك. نعم. فنحن بنرجع لك بعد لاحظ لحد هسه احنا ما سالناك انت منه ولا حنسالك، نحن بنوريك انت منه حسب البيانات اللي دخلتها. بنجيب لك اسمك بالكامل، اسم الوالده، المدرسه اللي امتحنت منها، رقم الوطني بتاعك. دي الصفحه الثانيه بنقول لك تحقق من المعلومات دي. اذا ده انت الطالب ذات نفسه تمام، اذا ما انت اطلع من النظام. دي معلومات حق الزول تاني. اذا تحققت منها تحت بنطلب منك تليفون تنزله وتاكده عشان ترجعوا له، عشان نرجع لك في اي وقت من الاوقات لو في اي مشكله حاصله بصوره عامه او لتقديمك انت بصوره خاصه. والخدمه دي متوفره انك ترجع لزول مقدم بالتليفون مع العدد الكبير ده. يعني مثلا السنه اللي فاتت نحن بنقوم بنعمل حاجه مثلا عندنا طالب جايب كان 92 وطالبه هي جايب اكثر من 92 ولاحظنا لها قدمت وما كملت تقديمها. فالحاجه دي زائمه لانها خشت الصفحه الاولى واختارت لها رغبات بعدين ما وصلت الخطوه الخامسه. فقمنا رجعنا لها بالتليفون لانه دي درجه عاليه يعني دي الناس كان حتضيع فرصه كبيره بالنسبه لها. فسالناها لقيناها هي لا يعني ذات جاتها منحه من برا وغيرت رايها. فبنرجع لحالات خاصه. طيب فاذا نزلت التليفون بنوديك بعد الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه دي اهم خطوه عندنا في التقديم اللي هي دي التقديم ذات نفسه. بتلقى فيها الجامعات، بتلقى فيها الكليات، بتلقى فيها انواع القبول كلها. هنا اذا كنت الحساب والمصاريف كل المعلومات اللي بتخصك هنا بتجيك يعني معلومات زي دي. اول حاجه انواع القبول
عندنا البكالوريوس، ده تقدم البكالوريوس ولا الدبلوم ولا قبول ولاية؟ دي أول حاجة، ثلاثة أزرار المفروض تختار قبول ولاية. قبول ولاية ده اللي كل الطلاب خارج ولاية الخرطوم عندهم قبول ولاية. الجامعة في الولاية المعنية الطلاب بيتنافسوا على 50% من المقاعد لوحدهم طلاب الولاية، وال 50% الثانية بتكون استضافة عام لكل الناس. يعني بيخصصوا لطلاب الولاية مقاعد معينة، وده طبعا بتنزل النسبة شوية عن المنافسة العامة. بعد ذاك المفروض تختار أنت داير تقدم لمؤسسة حكومية ولا أهلية. إذا اخترت مؤسسات حكومية بتظهر قائمة تانية بيكون فيها كل الجامعات الحكومية، تختار الجامعة المعنية بتظهر لك كلياتها، بعدها بتختار الكلية. أنت ممكن تشكل قبولك، يعني ممكن يكون الرغبة الأولى ولاية، الرغبة الثانية غير ولاية، الرغبة الأولى بكالوريوس، الثانية دبلوم، الرغبة الأولى الثالثة مثلا الرغبة على جامعة خاصة، الرابعة على وهكذا. انتهيت من الخطوة الثالثة، قدمت رغباتك كلها. نحن عندنا الحد الادنى مع يعني التركيز في انك انت اخترت الكليه الصح والجامعه الصح ورتبتها صح. وبعد ذاك اذا الحد الادنى بتاعنا احنا 10 درجه، 10 رغبات، 10 رغبات. اقل من 10 رغبات ما بنفتح لك الزر اللي بيوديك الخطوه الرابعه ذاتها. والحد الاعلى بتاعنا طبعا 45 رغبه. اذا اخترت 10 رغبات الناس تركز في العشرة دي، ما يعني الزول ما 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 يختار الرغبه الاولى والثانيه يكونوا حقيقيات والباقي يملى شاي كده احتمال. صحيح، لانه بيحصل يعني عاده دي برضه حصل. طبعا مشينا ل 10 رغبات ليه؟ في السنوات الاولى كنا خاطينا رغبه واحده، لانه الطالب ممكن يختار رغبته ونحددهم ما في داعي نسجل. لكن لقينا برضه في طلاب جايبين درجات عاليه جدا قياسا على نتيجه السنه اللي فاتت، التنافس بقى اكبر، اختار رغبه واحده وفي السنه اللي بعدها القبول ارتفع وبقى الطالب ده مش مشى لي رغبه ثانيه اقل منه. زي ما قلت لك درجه مصر قبل بتبقى الخرطوم، نزل لتبقى النيلين، لا لانه ما اختار النيلين، بقى ما عنده مقعد في التعليم العالي ذات نفسه والمقاعد اتملت، فبيبقى حيضيع يعني. فعشان كده قمنا حكمناه بس ب 10 رغبات عشان مشيت بعد ذاك للخطوه الرابعه. الخطوه الرابعه دي في اتفاق بيننا وبينك انك تاكد انت الشخص المعني وانه المعلومات دي حقتك وانه البيانات اللي قدمتها دي حقيقيه، وده ترتيبك حق الرغبات اللي انت دايرها. اشرت على الاربعه تكتي، بعد ده بتمشي الخطوه الخامسه. لحد هنا ممكن تكفل تقديمك وتمشي وتجينا ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم تلقى رغباتك فيه وتعدل، ترفع تنزل تحذف زي ما انت عايز. لكن اذا اشرت على الاربع خطوات دي ومشيت للخطوه الخامسه ثاني ما عندك حق تعديل، لانه انت كده بتكون سلمت الاستماره. صح، يعني احنا انا بقول من هنا انه الناس ما تستعجل، ممكن تمشي وتختار رغباتك. لو عندك لسه باقي شوره ما تمشي الخطوه الخامسه، اقفل تقديمك على كده وامشي شاور وتعال افتح تلقى الرغبات محفوظه. يعني تشاور زول من دائره الاختصاص يعني. صحيح، ما توفرت في البيت. صحيح، المعلومه او في. صحيح، وتعال بكره او بعد بكره بعد ما تتاكد عدل في رغباتك. اذا عندك تعديل، ما عندك في تعديل، بعد ذلك تكمل الخطوه الخامسه. كملت الخطوه الخامسه احنا بالنسبه لي انت خلاص سلمت استمارتك زي زمان بالشباك حقه الورقه دي، صعب تعديل. نتيجه القبول حتجي للطالب بالتليفون اللي هو نزله في يعني حتجي في رساله والله كيف بعدك بيعرف؟ عندنا اكثر من وسيله بتاع التليفون ده، ما عشان النتيجه انت المفروض تطلبها عادي يعني اذا كان بالموقع او خلاف او 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 برساله نصيه. لكن احنا التليفون ده قاعدين مثلا بنعمل شنو؟ لما نفضل للتقديم مثلا لو جاي يوم الثلاثاء الجاي فضل التقديم يومين وعندنا ناس كتار قاعدين في الخطوه الرابعه، ديل كلهم بنرسل لهم مسج واحده انه يا جماعه التقديم فضل له يومين، خلص تقديمك انت. أيوة، بالنسبه لنا حتى الان ما قدمت رساله جماعيه. رساله جماعيه. فدي ده السبب. لكن بعد ذاك الواحد يتابع انه هو اتقبل فيها كليه وكده اذا ما كانت عبر التليفون. هذا النتيجه بتاعتها. الكلام ده طبعا مهم جدا لكل الطلاب الناجحين في الشهاده السودانيه، اذا كان في كل ولايات السودان، اذا كان يعني حتى الناس اللي بتقرا برا بالانتساب ممكن تكون عندها فرصه فيها التقديم الالكتروني. يمكن دي كانت مساحه تنويريه مشاهدينا الكرام عبر هذا الصباح. شاكرين جدا للاستاذ وليد محمد ابو مبارك مدير مركز المعلومات بوزاره التعليم العالي، شكرا لحضورك على هذه الافاده. يا مرحبا، شكرا لك. شكرا لك.